في حديقة الحيوانات. انظر إلى تلك الزرافات، يا سلام، إنها طويلة جدا. يمكنها الوصول إلى الأوراق في أعلى الأشجار. طول ألسنتها حوالي 18 بوصة. إنها مذهلة. هيا نتناول بعض الوجبات الخفيفة. وهل تريد البوظة بعد أن نرى الأسود؟ طبعا، لكن هناك المعرض. هيا نذهب أولا لرؤية البطاري. أحب البطاريق، إنها لطيفة جدا عندما تتمايل. انظر هناك، حارس الحديقة يطعم الأفيال. هيا نشاهدها. الأفيال ذكية ولطيفة جدا. أنا موافق. وأنا استمتع كثيرا بهذه الرحلة. إنها فكرة رائعة. هيا نزور بيت الزواحف قبل أن نغادر. طبعاً، لن أعد أصبر لرؤية الثعابين والسحالي.